أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، إليكم نشرة الأخبار من أميكو عربي لهذا اليوم. قال رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء على مستوى الأسرة هو أساس جهودنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي على المستوى الوطني، حيث قام رئيس الوزراء أبي أحمد بزيارة للمنازل التي تنتج مخرجات تتوافق مع برنامج مائدة مثمرة. وصرح رئيس الوزراء عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر قائلا: لقد زرت امرأة مسنة تمارس الزراعة الحضرية أو الزراعة المنزلية تتعلق بثمرة المائدة، بما في ذلك تربية الدواجن والمواشي والعسل، تغل الفناء الخلفي من مساحتها الصغيرة في منزلها والتي لا تلبي احتياجات الاستهلاك المنزلي فحسب، بل توفر أيضا فائدة للمجتمع. والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء أطلق مؤخرا برنامج ثمرة المائدة، ومنذ ذلك الحين يتم الترويج للبرامج في جميع أنحاء البلاد حتى الآن في محاولة لضمان الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد دبمقي مكنن إلى الخرطوم السوداني يوم أمس لحضور الاجتماع 48 لمجلس وزراء هيئة الحكومية والتنمية المعنية بالإيجاد، وكان في استقباله عند وصول مطار الخرطوم الدولي سفير إثيوبيا لدى جمهورية السودان وكبار المسؤولين في الحكومة السودانية ومنظمة الإيجاد. ومن المتوقع أن يغطي اجتماع الإيجاد موضوعات مثل الوضع الحالي للسلام والأمن في القرن الأفريقي والصراعات والكوارث الطبيعية والمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاهتمامات الإقليمية والعالمية الأخرى. كما سيتم عرض مناقشة عن تقرير حالة الإصلاحات المؤسسية في الإيجاد. صرحت عمدة أديس أبابا أدانيش أبيبي إن المؤتمر 17 لإدارة الإنترنت من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص لصالح خطة جعل أديس أبابا مدينة ذكية. جاء ذلك خلال حفل استقبال ترحيبي مساء أمس للضيوف الذين شاركوا في المؤتمر الدولي 17 لإدارة الإنترنت الذي انطلق في أديس أبابا. وبحسب منشور نشرته عمدة أديس أبابا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن العاصمة الإثيوبية استطاعت أن تصبح فخرا ومجدا للأفارقة الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لحضور العديد من الأحداث والمؤتمرات والندوات الدولية. وأضافت العمدة أن جدول الأعمال الرئيسي لهذا المؤتمر يعد من أهم أولويات العاصمة أديس أبابا ألا وهو إدارة الإنترنت في العالم، مشيرة إلى أن المؤتمر من شأنه أن يخلق فرصا مواتية خطة إدارة العاصمة الإثيوبية وجعلها مدينة ذكية. ورحبت العمدة بالضيوف المشاركين في المؤتمر متمنية للجميع أطيب الإقامة في بلدهم الثاني إثيوبيا وفي عاصمتها أديس أبابا. حضر ممثلو أكثر من 3000 دولة للمؤتمر 17 لإدارة الإنترنت المنعقد في أديس أبابا، ومن المتوقع أن يستمر المؤتمر لمدة 5 أيام ويركز على القضايا الرئيسية للاتصال بالإنترنت. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نازرت كندش. حضر المؤتمر 17 لإدارة الإنترنت المنعقد في أديس أبابا ممثلو أكثر من 3000 دولة. يقال إن المؤتمر الذي سيستمر لمدة 5 أيام سيركز على القضايا الرئيسية للاتصالات بالإنترنت لحماية حقوق الإنسان والقضاء على انقطاع الإنترنت وإدارة مدفوعات خدمة الإنترنت وأمنها والوصول إلى الرقمية الحديثة التكنولوجية. في المؤتمر 17 لحكومة الإنترنت تبادل كبار المسؤولين التنفيذيين الدوليين والقاريين تجاربهم حول النجاح الرقمي والتحديات العالمية. قال رئيس الاتصالات الإثيوبية بالي شريبا إلى أن النجاح الرقمي والإنترنت والتغيير المشجع الذي يتم تسجيله حاليا في إثيوبيا يتقصر على بعض المدن فقط. من أجل إظهار مستوى الإنترنت الذي وصل إليه العالم بطريقة تنافسية يجب أن تكون مدعومة بالسياسة. من أجل زيادة الاتصال بالإنترنت في بلدنا نحتاج إلى الاهتمام بالتصاميم حول العقبات الرئيسية مثل البنية التحتية والمهارات الرقمية، ويجب كذلك أن نتمكن من توفير الأيادي العاملة وخاصة من الشباب للمشاركة في القطاع الخاص، وكذلك عدم فرض الضرائب على المعدات الرقمية يساعد من تطوير هذه المعدات. وأضاف الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة السيد نيو زين مين إنه من الضروري تحديث نظام مقدمي الخدمات العامة من خلال زيادة المهارات التكنولوجية الرقمية، وأن أصحاب المصلحة يجب أن يعملوا على ذلك.
Our research on the e-government. تشير دراساتنا إلى أن مقدمي الخدمات العامة يجب أن يقدموا خدمات عامة فعالة باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة والإنترنت. لذلك فإن إتاحة الوصول إلى هذا القطاع وتنميته أمر بالغ في عصرنا. وقال الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أنطونيو إن البلدان الأفريقية تقوم بعمل جيد لزيادة الوصول إلى رقمية ناجحة في الإنترنت. لدعم قطاع الإنترنت والرقمية في بلادنا نحتاج أولا إلى تحديث الإنترنت ودوره في المجتمع، ويجب أن يكون لدى المجتمع تصور كامل عن أهمية الإنترنت، لأن ذلك سيساعد أصحاب المصلحة في تحديد المشاكل والفرص. نحن نعمل على استراتيجية لتوسيع التكنولوجيا الرقمية على مستوى أفريقيا. لهذا السبب شدد على أنه من الضرورة جعل التكنولوجيا الرقمية في متناول جميع الأفارقة من خلال زيادة تدفق الإنترنت المناسب للمشهد الأفريقي. وطرح المستجيبون من المؤسسات الدولية والقارة أفكار مختلفة، وسوف يستمر هذا المؤتمر لمدة 5 أيام الجارية. انطلق مؤتمر 67 لمنظمة الوحدة الأفريقية للمقاييس في العاصمة أديس أبابا، والذي يتمركز حول رفع جودة المنتجات الصناعية الأفريقية. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة إكرام أول. انطلق المؤتمر 67 للمنظمة الأفريقية للتوحيد القياسي في أديس أبابا، حيث أن الغاية الرئيسية من المؤتمر الذي يطول من 29 من نوفمبر إلى 2 ديسمبر هو تنمية قطاع الصناعة عن طريق رفع جودة المنتجات الصناعية وجلب المنتجات إلى الأسواق العالمية. قالت مديرة المنظمة الإثيوبية للتوحيد القياسي الدكتورة مسرت بكلا أن هذا المؤتمر يتمركز حول تطوير جودة المنتجات الصناعية الأفريقية، وهذا لكي تكون أفريقيا جزء لا يتجزأ في السوق العالمي، حيث تأخذ المنظمة الأفريقية للتوحيد القياسي دورا أساسيا. لارات كانت ميكويو يا أفريكا درجوتش درجة سبسبا يكونسل سبسبا. مشاركة 65 ممثل في مؤتمر المنظمة الأفريقية لتوحيد المقياس الذي يعقد لمدة 4 أيام يعد فرصة كبيرة بالنسبة لنا، ونعلم أن إثيوبيا في طريقها إلى النمو في قطاع الصناعة، وهناك زيادة في المنتجات المحلية الصنع. يجب على المنظمة الإثيوبية للتوحيد القياسي وأن تلعب دورها لجعل إثيوبيا أحد البلدان المشاركة في السوق العالمي، لتكون إثيوبيا داخل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ويجب أن تضع معايير واضحة لمنتجاتها. وأضافت الدكتورة مسرت أنه من دواعي سرور المنظمة أن تستضيف هذا الحدث الكبير، وأنه يعد فرصة لإثيوبيا لتشارك خبرتها في مجال الصناعة وعرض صورتها الإيجابية على أكمل وجه. هنا اجتمع المجلس 67 يلعب دوره في بناء صورة واضحة ليمكننا تنظيم جولة سياحية حول مصانعنا ومتاحف العلوم والبنية التحتية في إثيوبيا، وهذا له فائدة متعددة لإثيوبيا. وقال رئيس المنظمة الأفريقية للتوحيد القياسي البروفيسور أليكس أن على أفريقيا المشاركة في السوق العالمي، وهذا عن طريق تطوير جودة المنتجات الصناعية، ولهذا يجب أخذ معايير جودة المنتجات وتطبيقها على أكمل وجه. At ASO, at the African Organization for Standardization, we are fully convinced that الهدف من الاجتماع المجلس 66 هو ضمان جودة الصناعات الأفريقية من أجل أن نعمل على إنشاء مناطق حرة وتجارية في أفريقيا، ومشاركتها مع التجارة ليس فقط مع البلدان الأفريقية بل أيضا مع العوالم الأخرى. يجب أن نتأكد من جودة المنتجات، لهذا قررنا كأفريقيين ضمان جودة المنتجات، ولكن لا يمكن ضمان هذه الجودة من خلال الأدلة الموثوقة فقط، بل من طريق تعزيز السيطرة على المنتجات الصناعية وعمل قياس للجودة وتجربة المنتجات قبل تصديرها. ولحسن الحظ يتواجد جميع المقاييس لجودة المنتجات، لهذا يجب الاستفادة من هذا وتجنب صراع المصالح، ويجب أن نعمل على إنشاء منتجات ذات جودة عالية من أجل الدخول إلى الأسواق العالمية. And to ensure that there is no conflict of interest, you always need an accreditation body that acts as a referee. من المتوقع أن يساعد هذا الحدث الكبير في بناء صورة واضحة وإيجابية للبلاد، ويعزز الأخوة داخل القارة الأفريقية، والدال على ذلك مشاركة أكثر من 20 دولة في المؤتمر الذي نظم في أديس أبابا. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا على كرمي ولطف المتابعة، إلى اللقاء. Oh, oh, oh.